مساء الخير لكل السادة المشاهدين، مشاهدي برنامج الناس والبرلمان. وحشتوني من الأسبوع اللي فات. برنامجنا فعلا اللي هو بيستناكم. برنامجنا النهاردة هيتكلم عن إنجازات لمجلس النواب. حلقة النهاردة عن بعض إنجازات لمجلس النواب. نعم، يوجد بعض الإنجازات، والإنجاز يعني أنت تبتدي تنزل لأهل دايرتك وللناس اللي انتخبوك، وفي ناس منهم تم انتخابهم عنوة. عارفين يعني ايه عنوة؟ يعني هنجيبك، هو احنا عايزينك. الناس دي لو ما تكلمناش عليها مش هيبقوا قدوة، لازم نتكلم عليها عشان يبقوا قدوة لكل أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين. يمكن النهاردة هناخد نموذج منهم، وهو النائب سيد شمس الدين. هذا النائب عن دائرة كفر الشيخ، وهو عضو بلجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب. هذا النائب تم انتخابه في 2005 و2010، ثم امتنع تماما عن الانتخابات، امتنع عن السياسة. قال أنا مش شغال سياسة، بس شغال مع الشعب، مع أهل دايرتي. ومن هنا إحنا بنشيد بيه، وبنشيد بكل عضو مجلس نواب حالي أو سابق كان مع الشعب وما اهتمش بالكرسي بتاعه بس. نعم، ما اهتمش بالكرسي بتاعه بس. هنعرض تقرير ونرجع نتكلم عن هذا العضو المبجل المحترم الذي أحبه أهل دائرته وأحبه المسؤولين معه واهتموا به، بل هو أيضا اهتم بهم. والآن نعرض معكم هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى. اتفضلوا التقرير. هتكلمني عن أهم المشاكل اللي بتقابل محافظة كفر الشيخ ودور حضرتك في حلها. والله أهم المشاكل اللي بتقابل محافظة كفر الشيخ كانت مشكلة إيقاف المباني، ودي الحقيقة بدأنا في حلها بصدور قرار من معالي محافظ كفر الشيخ بالبدء في السماح بالمباني للي معاه ترخيص حتى الدور الرابع بصفة مؤقتة وليس بصفة نهائية، كما تم السماح برضو بإجراء التشطيبات الداخلية في المباني المقامة وفي المباني الخاصة القديمة. دي كانت بتتعمل بتصريح، بدأت تبقى بدون تصريح، وبرضو التشطيبات الخارجية بتصريح للي معاهم ترخيص حتى الدور الرابع. دي مشكلة طبعا حضرتك عارفة ان مشكلة المباني بيشتغل فيها عدد كبير جدا من العمالة وعدد كبير جدا من الموردين واصحاب الاعمال، فدي طبعا كانت متوقفة، فكانت مأثرة عليهم بشكل سلبي وبشكل كبير جدا. بدأت طبعا الحمد لله ان هي مش تنتهي، لكن بدأت واحدة واحدة ان شاء الله تنتهي في المرحلة القادمة بإذن الله. الحاجة التانية بالنسبة حضرتك عارفة ان كفر الشيخ محافظة زراعية، فطبعا بالنسبة لمشاكل الفلاح مشاكل كثيرة جدا، لان الفلاح من الناس اللي هي حقها يعتبر مهضوم، ومطلوب ان الدولة تنزل الله بعين الرعاية وبعين الاعتبار. وانا في الفترة الاخيرة اتكلمت عن مواضيع كثيرة بالنسبة للفلاح المصري، وطالبت السيد وزير الزراعة بإيضاح الخطة في المرحلة القادمة فيما يخص الفلاح، لان وزارة الزراعة تعتبر هي بيت الفلاح المصري. الفلاح المصري معروف ان هو دايما بيقف على يمين الوطن، مواقفه كلها وطنية، بيزرع عشان يوكلنا. الفلاح المصري هو من الفئات القليلة أيام أحداث 25 يناير 2011 اللي ما كانلوش وقفة احتجاجية ولا كان له طلبات فئوية نهائي. الفلاح المصري يجب النظر إليه بعين الاعتبار. احنا برضه بنعاني كل سنة في محافظة كفر الشيخ أيام زرعة الأرز، لأن محافظة كفر الشيخ من المحافظات
اللي بتنتج اغلب انتاج الجمهوريه من الرز وبيعتمد عليها بذلك. فانا بطالب السيد وزير الزراعه والسيد وزير الري بالسماح لمحافظه كفر الشيخ بزراعه مساحه الارز كامله، لان محافظه كفر الشيخ من اهم ما يميزها ان هي بتقع في اخر حدود الصرف الزراعي، بتستخدم مياه الصرف الزراعي المرتجع في ري الرز، يعني مش محتاج اي كميه ميه اضافيه من وزاره الري، يحتاج بس السماح بزراعه كميه الارز كامله دون تحرير محاضر للفلاحين، ان الفلاح مش ناقص. يعني احنا دلوقتي بنعاني من كثره المشاكل اللي الحكومه مش عارف تختلطها ولا بتعمل ايه مع الفلاح. يعني احنا في صدد مناقشه قانون الري اللي هو بيترتب عليه عبء اضافي على الفلاح 5000 جنيه على مكنه الري. اذا كانت مكنه الري ما تساويش 5000 جنيه او اقصى حد ليها ب 5000 جنيه. وخلاص وزاره الري تتفضل تلم مكنات الري وتاخدها من الفلاح وتتولى ري ارضه ببلاش. انا من الناس المعترضين على اضافه اي اعباء على الفلاح المصري. اني بقول الفلاح مش ناقص. فانا حتى مقدم تعديل في هذه الماده ارجو أن يؤخذ في عين الاعتبار وأتمنى من المجلس الموافق عليه في إلغاء هذه الرسوم اللي هي ال 5000 جنيه. لأن زي ما قلت معلش يعني الحكومة المفروض زي ما تنظر للفلاح وتنظر لينا إحنا كنواب، عشان إحنا اللي موجودين في الشارع، إحنا اللي الناس بيقابلونا، إحنا اللي في وش المدفع، إحنا اللي الناس بيقابلونا ينتقدونا. ليه كده ومش ليه كده وليه اضفته وليه عملته؟ طبعا وده حقهم لان الظروف بتاعه الفلاح ما تسمحش باضافه اي اعباء عليه. الحاجه الثانيه يا فندم ان عندنا مثلا انا اتمنى ان الحكومه تشرك جزء من النواب عند وضع القوانين، ان القانون اول ما بيوصل للجنه بتاخده المواقع الاخباريه والجرايد وبينشروه كانه خلاص انتهى. لا ده لسه القانون هيتناقش في اللجنة وهيتم تعديله وهيتناقش في اللجنة العامة وهيدخل عليه تعديلات في الجلسة العامة عفوا وهيدخل عليه تعديلات ممكن الموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه. لكن مجرد ما بيوصل اللجنة بيبقى كأنه خلاص طلع، والناس طبعا مظلومة ومش عارفة الحقيقة. لكن احنا بنطمنهم وبنطمن الطبقة الكادحة وبنطمن الفلاحين ان احنا معاهم وخلفهم وعمرنا ما هنسيبهم ان شاء الله. متشكرة جدا يا فندم. عفوا. شكرا لحضرتك. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل، التقرير اللي فعلا مع الوطن والمواطن، التقرير اللي قعدته لنا الدكتورة جيهان رفاعي اللي تشرفت بمقابلة وعمل هذا التقرير مع هذا النائب المحترم دكتورة جيهان رفاعي. هي مقدمة برامج وهي كاتبة مقالات وهي مدير عام وكالة ماس للإنتاج الإعلامي والإعلاني. كان فعلا حوار أكتر من رائع. اتكلم فيه سيادة النائب، اتكلم على أنه فعلا مع المواطن ومع الفلاح، الفلاح المصري البسيط، لدرجة أنه هو ذكر في كلامه وقال أن لازم الحكومة تهتم أكتر بمكن الري وتهتم أكتر بعدم زيادة أعباء وأحمال على الفلاح المصري. ومن هنا لما نيجي نقول ان في انجازات لمجلس النواب، نعم في انجازات بوجود هؤلاء الاعضاء. هناك بعض الاعضاء الذي نرفع لهم القبعه، نرفع لهم القبعه لما يفعلوه من اجل وطنهم. وعلشان كده انا ما اقدرش انكر ان هذا العضو وهذا النائب قام اهل دايرته بتقديم أوراق ترشحه بأنفسهم. نعم قاموا بتقديم أوراق ترشحه بأنفسهم، وإحنا بنتكلم عن محافظة كفر الشيخ علشان الناس ما تجيش تقعد تقول إحنا بنتكلم على القليوبية وبس. لا، لو في إنجاز في القليوبية هنقوله، لو في حاجة سلبية هنقولها. وقلنا كتير عن القليوبية وقلنا عن مشاكلها ومشاكل صرفها الصحي ومشاكل الطرق
وهنقول برضو على إنجاز موجود عندهم في محافظة كفر الشيخ، ألا وهو هذا العضو الذي يتحدث بلسان حال الفقير، بلسان حال الفلاح. لما ابتدوا يتكلم وان هم نجدوا السيد المحافظ ان في ناس تاخد بعض السماح ولو لفترة قليلة، ان هم يبتدوا يبنوا بعض اللي موجودين في الرخص سواء لحد 4 أدوار، يعني موجود في التقرير الكلام ده بيقولوا على لسانه قدام الكل، يعني ده راجل بيطلع كل حاجة بشفافية. احنا عايزين كده من كل أعضاء مجلس النواب. وانت مش فرحان ان انت خدت الكارنيه واستلمته ودخلت وبقيت عضو، تدور على مصلحتك، تدور على شغلك. في بعض الاعضاء كده مش هنقدر نقول نذكر نقول اسماء، في اعضاء موجودين كده، انما في اعضاء بتنزل والله وبتتحرك، في اعضاء مش عايزه شو اعلامي. احنا خدنا التقرير ده وبالعافيه وقدرنا ناخده علشان ده انجاز لي، لا ده مش دعايه وانجاز. في اعضاء مش عايزه دعايه لان اعمالها وانجازاتها موجوده. انزلوا دير كفر الشيخ، انزلوا واسالوا عن هذا العضو، هيقولوا لكم ان فعلا الناس نزلت وقدمت ورق ترشحه بنفسهم. يبقى احنا بندور على هذه الكيانات. لما نيجي نتكلم ونقول لجنه الشباب والرياضه الموجوده في 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 مجلس النواب عليها انها تشتغل اكتر من كده، وزي ما قلنا زي ما وجهنا المرة اللي فاتت ان في بعض الخلايا النائمة عندما ربطنا الاخوان ببعض الوزارات ومنها وزارة الشباب والرياضة، طلع ان في فعلا بعض الخلايا النائمة للاخوان في بعض الوزارات وليس في وزارة الشباب والرياضة فقط، ويجب التحري بالاسماء، لن نذكر اسما حتى يتم الفصل فيها من هيئات الرقابة الادارية وايضا من الامن الوطني المحترم الجليل. يبقى ما نقدرش نذكر اسماء، لكن في كلام وفي لغط كتير داخل وزارة الشباب والرياضة، واحنا هنا بنتكلم وبنقول السيد وزير الشباب والرياضة المحترم الأستاذ، اللي فعلا أنا سعيد إن هو تم اختيار وزير شباب والرياضة أكاديمي لأول مرة، لأول مرة في تاريخ كليات التربية الرياضية، ونحن معه ومعك إلى الأمام أيها الوزير المحترم، نحن معك قلبا وقالبا. السيد الأستاذ الدكتور المحترم اللي فعلا يعني اخ كبير للناس كلها مش لي انا لوحدي، وانا يا جماعه مش بضغط عليه ولا على المجموعه اللي معاه. ولما قلت كلمه ان المعاونين العشرة او المعاونين او النواب او 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 مديرين المكاتب تم اختارهم على اساس علشان يبقى فيه بعض الشفافيه، في قيل وقال، بيقال انهم اصدقاء، انهم اهل الاصدقاء غير ذلك، كلهم على عيننا وعلى راسنا وكلهم محترمين، وفي منهم اساتذه الجامعات يا جماعه، واستاذ الجامعه بيتعب جدا عشان يوصل، استاذ الجامعه بيتعب جدا عشان يكمل. ويمكن فريقنا في الاعداد هيعمل لنا مداخله خاصه بمنتخب منتخب مصر الدرجه الثالثه، لو في فريق الاعداد او زمايلنا في الاستوديو مجهزين المداخله التليفونيه يا ريت يبتدوا يجهزوا، بيتواصلوا معاهم دلوقتي وبيبتدوا يجهزوا لنا. اول ما يجهزوا لنا هنسمع بعض لسان حال الناس اللي بيرعاهم السيد وزير الشباب والرياضة. أنت راعي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندك رعية لازم تبتدي تتابعها، ما تتابعش خالص الدرجة الأولى فقط والدرجة الثانية وتترك الدرجة الثالثة. وأنا بقول أهو إن فعلا الوزير ده ما بينامش برضه، الوزير ده بيتحرك، الوزير ده بتلاقيه في مناقشات وبتلاقيه في شغله وبيؤدي عمله، وبتلاقيه في افتتاحات وافتتاح اكاديميات، وبتلاقيه في بطولات بينزل وبيتحرك. وانا بشد على ايده وبقول له ربنا معاك سيد الوزير استاذ الدكتور اشرف صبحي ومعاونوه. ويمكن طلع كلام وبعض الكلام واللغط عن ناس ابتدت تتداول عن احد معاونيه وهو الدكتور تامر عبد العظيم او غير ذلك، وهذا كله عارك تماما من الصحه. لماذا تقولون على بعض الناس؟ لماذا تغتابون بعض الناس؟ لماذا؟ ولكن من يثبت انه متواطئ مع الاخوان فاضرب بيد من حديد ايها الوزير، واضرب بيد من حديد ايها الرئيس. من يثبت أنه متواطئ
ولو بالتعاطف لما حدث ولما يحدث فاضرب بيد من حديد. أين الدور الرقابية التي تتابع هذا السير، هذا الحديث وهذا اللغط؟ وياريت ما نبتديش نقعد نتكلم وخلاص ونقول كلام وخلاص، لا، لازم نتكلم في صميم عملنا، كل واحد يهتم بشغله. ويمكن أنا من الناس اللي بعترف على الهوى إن كان ممكن أصدق بعض الأقاويل وبعض اللغط، ولكن أنا كإعلامي وطالع على منصة أو أنا كمقدم برامج ودكتور جامعي ويمكن تلميذ وزميل للأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذي أتشرف إن هو أستاذي، هو وبعض الأساتذة الأعلام دكتور كمال درويش، دكتور نبيل خليل ندى، دكتور حسين أباظة، دكتور أسامة صلاح، الناس دي، دكتور محمود يحيى، الناس دي فعلا قمم، فعلا قمم. وزملائي، أنا أحيي كل زملائي من أعضاء التدريس في كليات التربية الرياضية سواء في بنها أو في غير ذلك، كلكم على رأسي. لكن لما بنتكلم دلوقتي عن تقرير وعن أداء وعن وعن وعن، لازم يبقى بالورق والمستندات. غير كده أنا بقول لكل واحد بيقول وبيتقول على حد، على أي إنسان أو أي إنسان على سمعته، لازم تبتدي يبقى معاك ورق مستندات وما تتكلمش. أستر يا أخي، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله أو في رواية ولو في عقر داره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا المكالمة جاهزة من الكابتن أحمد. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازاي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. من هنا احنا نفسنا تلقي بالتحية على السيد وزير الشباب والرياضة، وتلقي بالتحية على البرنامج اللي فعلا فرحان ان انت بتعمل معاه مداخلة دلوقتي. الله يخليك يا فندم، ده انا ليا شرف والله بالمداخله دي، وكل الشكر للبرنامج حضرتك المحترم وكل القائمين عليه اللي بيوصل صوت الناس المحترمه الغلابه لابعد مدى، علشان الناس دي يجي لها حقها اللي هي اللي تستحقه بجد. مشكله الدرجه الثالثه ايه معاك يا كابتن احمد؟ الدرجه الثالثه كلها مشاكل، الدرجه الثالثه اصلا ما حدش بيبص لها، الدرجه الثالثه اصلا مش تبع مصر، الدرجه الثالثه اصلا مش تبع اتحاد الكوره، الدرجه الثالثه اصلا مظلومه، هو في اصلا درجه ثالثه في مصر؟ تمام، احنا مفيش درجة تالتة في مصر، مع ان الدرجة التالتة هي اهم حاجة واهم شيء، وهي اللي فيها الفئة والغالبية العظمى، صح يا كابتن؟ صح حضرتك. بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، اللي بيبني بيبني من تحت. صح معاك. للأسف ما تقول الكرة في مصر بيبصوا للثمر من فوق. صح، بيبص للاعب اللي على وش القفص. ايوه طبعا حضرتك، يعني في خبر لسه نازل قريب بان معالي الوزير بيدعم انديه الممتاز بحوالي 100 مليون على ما اعتقد. لا اله الا الله. تخيل حضرتك ان 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 في معظم انديه الدرجه الثالثه اصلا مش شايلين 400 جنيه ياجروا ساعات. فعلا انا سمعت الخبر ده وشفت، وان كانوا وفي ماتش اتلغى علشان ما فيش عربيه اسعاف، وجابوا عربيه اسعاف صوروها وكتبوا عليها انها اسعاف، عربيه عاديه وكتبوا عليها انها اسعاف، وتم الغاء المباراه. الموضوع ده فعلا حصل. مباريات يا فندم مش مباراه، لدرجه ان الناس بتلجا الى عربيات تكريم الانسان يعني كتحصيل حاصل، ما هو مش لاقيين مولد عشان ياجروا اسعاف، وحتى لو جابوا اسعاف يجيبوا اسعاف فد خانه بدون ما يكون فيها اخصائي، يكون ما يكون فيها حتى ممرض. يعني احنا لما بنتكلم ان تم دعم الدرجه الاولى بهذه الملايين، او مش هنقدر نقول كلمه ان هم اصلا مش محتاجين هذه الملايين، لان دي عقود ويمكن في ظل غياب الجمهور في نقص بعض الموارد الماديه، انما نقدر نقول ان الاهتمام كده يبقى لازم يبقى اهتمام كده برضه. واحنا بنناقش كلام حضرتك، انا عايز اسال مصر كلها، وعايز اسال معالي الوزير، وعايز اسال اتحاد الكوره، حسام البدري بيعمل ايه علشان ياخد 800,000 جنيه، وبيعمل ايه او عمل ايه علشان كان بياخد مرتب وبعد كده زاد؟ بيعمل ايه حسام البدري؟ يعني احنا بدون
بدون من حسام البدري واجهزته هيصدموا الناس الشهر ده على الدرجه الثالثه. طيب احنا بدون 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 الدخول في 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 راتب او في الوظيفه المنوط بها. انا مش بتكلم في ارزاق حد, دي ارزاق ده طبعا طبعا انت بتتكلم اه ده فعلا. انا بتكلم على نظام حضرتك في نظام اجر مقابل عمل. أيوة. ومن هنا احنا بنطالب وبنناشد. من هنا انا لما عملنا مداخلة مع حضرتك او المداخلة لما حضرتك عملت معنا المداخلة وكانت مداخلة فعلا مداخلة مثمرة, احنا بنطالب هنا وبنطالبش السيد الوزير بس, ده احنا بنطالب بما ان احنا برنامج الناس والبرلمان بنطالب اعضاء اللجنة, لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب, ان هم يبتدوا يحاسبوا مش الوزير بس, يبتدوا يحاسبوا اتحاد الكورة يشوفوه اشمعنى اشمعنى الاهتمام بالمدربين وبالمنتخب القومي طبعا على حساب المنتخبات واللاعبين واللاعبي الدرجه الثالثه. ما يبقاش اهتمام متوازن ليه؟ ما يبقاش اهتمام متوازن ليه؟ احنا عايزين اهتمام متوازن. يعني اهتميت بالدرجه الاولى على عيننا وعلى راسنا, دول ناس عايزين ما بقاش انا حضرتك الممتاز بيجي لي دخل, بيجي لي دخل من الاتحاد, بيجي لي دخل من الاعلانات واديهم فلوس كمان. طب يبقى دول يجيبوا منين؟ يبقى عايزين يجيبوا منين؟ انت مش عايزهم طب تلعبهم كره ليه؟ يبقى المطلوب من هنا وبنناشد الاهتمام بغلبه الكوره زي ما بيقول العدل. يبقى العدل مع الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الاولى والدرجه الثالثه والرابعه يبقى لسه هيطلع لنا هيطلع مشاكل يا سيادة الوزير ورئيس اتحاد الكورة وأعضاء اتحاد الكورة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب, هيطلع مشاكل في الدرجات الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. سيد الرئيس النهاردة هل تعلم معاليك ان في أندية انسحبت من الدرجة الثالثة علشان مش تلاقي حق الباص بيروحوا فيه الماتشات؟ لا إله إلا الله. هذا هو حال الدرجة الثالثة. المفترض ان تشكل لجنة على مستوى محترم من المنطقة اللي تابع ليها النادي دوت, لان طبعا المنطقة دي تابعة للاتحاد. من المفترض ان المنطقة تشكل لجنة محترمة تروح للنادي اللي طلب الانسحاب ده يدرسوا اسباب انسحابه ايه. للاسف كل اللي عملوه جرة قلم تكرر انسحاب فريق كذا وشطبه من الجدول. طب مش تسألوا الناس دي انسحبت ليه؟ طب والحل؟ إلى متى؟ وصلت الرسالة ونشكر حضرتك في هذه المداخلة التليفونية اللي هنعقب عليها دلوقتي. فعلا احنا بنناشد الاهتمام أكثر بالدرجة الثالثة والرابعة, وبنناشد السيد الوزير المحترم واتحاد الكورة انه يهتم بالناس ديت, يهتم بالناس دي ويبتدي يشوف اسباب الانسحابات ايه علشان ما نقعش في مشاكل بعد كده ونرجع ندور على حلها وما نلاقيهاش. وانا من هنا بحب انهي حلقة اليوم من برنامج الناس والبرلمان, وبحب اناشد تاني المسؤولين بالاهتمام بكل من له مشاكل. سيد الرئيس النهاردة بيقول ان عايز يوصل حد الادنى للاجور 2400 جنيه, وده انجاز انا بزفه ليكم النهارده لكل متابعي برنامج الناس والبرلمان. شكرا ليكم واقول لكم تصبحوا على خير.